اوف يا اللي بياخد عجرته منه وعجير يا اللي بياخد عجرته منه وعجير الشاعر عبد الشاعر عبد للمال مش ممكن يصير ويلي بياخد اجرته منه اجير والا فقير العقل ما بعده فقير والمسطرة مش شايف موفق كتير البيكون زاكي بياخد من المصر فلوس وبيرجع يصوت حسب وحي الضمير رجع يصوت حسب الشاعر اذا كان الفرزدق او جرير الله 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 الشاعر اذا كان الفرزدق او جرير من حاجته للمادة بيبقى اسير ومازال لو وصلنا لتقرير المصير ولما الذكي هل شايفه بعينك كبير بيقبض مصاري فلان وبيخدم فلان بيكون عنده غش ما عنده ضمير على الشاعر بايامنا صار المجال للشاعر بايامنا صار المجال مفتوح بس يكون شعر وراس مال للشاعر بايامنا صار المجال مفتوح بس يكون شعر وراس مال وللمشترى والبيع ما خلقوا رجال وللمشترى والبيع ما خلقوا رجال وصاروا اللي عمال يبيعوا وصاروا اللي عم يبيعوا اصواتهم قلايال ويلي بماله بيشتري صوت الضمير لولا الذكي غشوا ويلي بماله بيشتري صوت الضمير لوش نغش مرة من ذكي غش وحلال اللي اشتراك وليك ايده مدها حتى الديون اللي عليك يسدها اللي اشتراك وليك ايده مدها حتى الديون اللي عليك يسدها وعي ضميرك بيعته لك ردها وجاوب اذا افكارك قدير تحبها بالمال لما انباع يسوع المسيح هيغش يما مقدرة بتعدها حتى يما مقدرة بتعدها بين الشعر والمال اصل المعركة بين الشعر والمال اصل المعركة ما بشوفك توفقت فيها الفزلكة بين الشعر والمال اصل المعركة ما بشوفك توفقت فيها الفزلكة يوداس باع وعاد ع حاله بكي ولو يطلب الغفران عنقه وما تكي هاي مسألة لا غش فيها ولا زكاة هيدي جريمة مال بحق الزكي هيدي جارب ما ابد فضة وعلى صوت الصرا يلي ابد فضة وعلى الفاد الصرا من مين بده يروح يطلب معذرة يلي ابد فضة وعلى الفاد الصرا من مين بده يروح يطلب معذرة وتشوفك للمال كل المقدرة مش بس عن يوسف بجيب لك مسطرة شو بعد في بالكون أزكى من المسيح انباع عمره بالمصاري وانشرى انباع عمره بالمصاري
رؤوس المال بشعره احتار. الشاعر كياس المال بشعره احتار والذكي حساس. رجعنا ذكي حساس ماشي. شو مع اسبابك ليانا ماشي. الشاعر كياس المال بشعره احتار والذكي حساس وبعيد النظر. المال ما أثر على كل البشر يوداس حب وعاد بالتالي انتحار. بمال الدنيا قدامي يا سوى علي حبيب ما غيروه والحق على البطل انتصر. ما غيروه يوداف نفسه تمردت عخمولها وكسرت عصا الطاعة بكتف مجهولها. يوداف نفسه تمردت عخمولها وكسرت عصا الطاعة بكتف مجهولها. ويسوع نفسه مجرد من ميولها وعنده رسالة خالد بمفعولها. طيب لكن ولو ما المال خوف عظمته لا تعبدوا ربين ما بيقولها. لا تعبدوا ربين ما بيقولها. عسيد يوداس كان المفتري عسيده يوداس كان المفتري وما شنق حاله ومن شنق لو كان بالبيعة بري. عسيده يوداس كان المفتري وبيع بيعة فاشل وفيها دري. خالد خاين وجاي تعملوا حر وبري وكلمة الفادي كون فيها بشتري. قالها تيحرر ضعاف النفوس ما قالها من شان شاعر عبقري. ما قالها من شان شاعر عبقري. كلمة الفادي كلمة الفادي إلك جمالنا إن قالت ونحل الأصد مغزاها جنا. طيب كنا افتكرنا إنت ما بتهوى الهنا ساري جنابك عكس ما مفكر أنا. مش عارف أفكر مال كلمة سيدك فضلت عيش الفقر وكرات الغنى. رضي عيش الفقر انا ماليش سيد غير فادي. طيب انا ماليش سيد غير فادي لاجله بكل شي بملك بفادي. انا ماليش سيد غير فادي لاجله كل شي بملك بفادي. انطلب روحي بقدمها هدية وبعلم على حب ولادي. عنبذ المال علمنا وصيه.